صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الخميس، تكون حلقة جديدة بمواضيع مميزة نقدمها لكم ساعة على الهواء. أكيد في البداية أقول حق حمد صباح الخير وصباح الخميس. صباح الخير إيمان وهابي ويكند، وأخيرا نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع راحت كذي يومين عشان نرجع يوم الأحد، يعني غير الطلعات طبعا. لا حين ما يقدر نطلع، بس يعني نقعد في البيت في السيارة، ممكن ناخذ كوفي نرجع كذي، يعني شوية نشم هواء ونرجع. بس أهم شيء نلتزم بالتباعد. صحيح. أكيد صباح الخير مشاهدينا، أكيد جدد وياكم اللقاء مع المواضيع اللي جهزها لكم فريق الإعداد لحلقة يوم الخميس. إيمان، أخبار اليوم حلوة. حلوة. في خبر وايد حلو، اللي هو مملكة البحرين تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الشباب 2021. كلمينا أكثر عليها. طبعاً أعرب سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية عن سعادته البالغة بفوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2021. يعني أنا أتوقع أن هذا شيء يسجل في تاريخ المملكة لاستضافة هذا النوع من المحافل الرياضية، وخصوصاً أن هذه البطولة راح تكون حق ذوي الهمم، فراح يكون شيء حلو جميل. راح تشارك فيه أكثر من أتوقع 800 مشاركة أو 80 مشارك، مو متأكدة من مشاركين كذا، ودول عديدة. من دول عديدة، فيعني راح يكون شيء يسجل لمملكة البحرين. دائما تلاحظين مملكة البحرين دائما هي سباقة في هاي الفعاليات، سواء يعني لو نرجع في التاريخ دورة يعني دورة الخليج وكرة القدم. صح. احنا أول ناس نظمناها. صح. الفورمولا 1 احنا أول ناس نظمناها، فيعني دائما البحرين سباقة في هاي الموضوع، وهاي شيء مو بغريب. وبالعكس هذه الموضوع يعني وايد شرف لنا ان احنا نستضيفه. اكيد، واحنا نفتخر اكيد بطاقاتنا الرياضيه، واكيد في كل المجالات. اما الحين مشاهدينا، خلونا ننتقل لفقره الرياضه مع الكابتن خالد البسقي ونشوف تمارين اليوم معه وراجعين لكم. السلام عليكم. تمارين اليوم بنركز فيها على الجهة العليا من الجسم. نسوي تمارين حق الصدر، حق الظهر، حق البايسبس والترايسبس، كله بنحتاجه دنابل، دمبلين او دمبل واحد مو مشكلة، او غراش ماي صحة فيهم ماي او تراب، عشان بس يكون عندنا وزن واحنا نتمرن. التمرين الاولي راح يكون فلور بريس. برقد على الارض اسوي فلور بريس بدل بنش، ما عندنا بنش طبعا، البعض ما عنده بنش في البيت، فبنستعمل الارض. يا اما بتستعمل غراش ماي او دنابل، اللي ما عنده دمبلين بيستعمل دمبل واحد، بسوي جهه اليمين اول شيء 10 وحدات، عقب الجهه اليسار 10 وحدات، عقب بندخل بوش اب. خلينا نبتدي نراويكم التمرين. فلور بريس، برقد على الارض، باخذ الدمبلين، البو في الارض، برفع الدمبل فوق صدري. 1 2 3 4، بخلص 10، من اخلص العشر انزل الدمبل، باي اسوي بوش ابس، احط يدي تحت صدري وافتح وايد، اساس بنمرن عضلات الصدر، فلازم اروح وايد بوش ابس. يا اما اركبك فوق الارض او تحت، انت تختار. بتعطيني بوش ابس بالسز 3 بالسز وتروح فوق 10 مرات. شلون نسوي بوش اب بالسز؟ 1 2 3، هاي تكرار. 1 2 3، هاي تكرارين. 1 2 3، هاي ثلاث. لو ما اخلص 10 اسويهم ورا بعض هالتمرينين، ما في راحه بينهم. إذا بتسوي على ركبك نفس الطريقة، تبدي يدك هني، افتح وايد، رد ركبك خطوة ورا. 1 2 3 up، هاي 1 1 2 3 up، هاي 2، لما تخلص 10. فعشر فلور بريس على طول 10 بوش ابس. من أخلص البوش ابس، طبعا ذي الوزن حق التمرين اللي بسوي الحين ثقيل، وأنا ما عندي وزن خفيف، فبستعمل غراش الماي. شو بسوي؟ برقد على ظهري مرة ثانية، سوي فلايز، افتح وايد يدي. 1 2 3
3 بما ان الوزن خفيف ما بروح 10 تكرار، بروح 15 ل 20. هاي خلصت الحين تراي سيت، سويت ثلاث تمارين ورا بعض كلها حق الصدر. اوكي من اخلص اريح دقيقه بدش الحين بسوي تمارين حق الظهر. بستعمل الدمبل حق اول تمرين، دمبل رو. اللي ما عنده دمبلين بيستعمل دمبل واحد، بيسوي 10 يمين و10 يسار. اللي عنده دمبلين بس روح عندك من 10 تكرارات ل 12. اي تحت 1 2 3 4 5. دائما في الدمبل رو لان تسحب حول الالبو يطوف قفص الصدر عندك هنا. هوب 1 2 حلو. بخلص 10 تكرارات، من اخلص العشر تكرارات بسوي دمبل ديد ليفت. 1 2 3 4 نفس الشيء. اللي ما عنده دمبل يسوي بيد واحده اول شيء، 10 هني عقب 10 هني. ها كم تمرين سوينا؟ 2 ورا بعض 10 ل 12 تكرار، 10 ل 12 تكرار. عقب ابي وزن خفيف حق التمرين اللي عقبه. شو استعمل؟ روش ماي صحه لان ما عندي انا وزن خفيف. بسوي ريفرس فلاي. التمرين اللي سويناه واحنا على ظهرنا حق الصدر اسوي طريقه عكسيه. باي وبشندس اروح 1 2 3 4. الوزن خفيف، التكرار خلي 15 ل 20 او حتى 25 اذا تبي. تسوي التمرين لما تحس تأثير في العضلة الخلفية. هاي ظهر سوينا، الحين بندخل بنريح دقيقة بنسوي تمرين واحد أو تمرينين حق الشولدر لكتوف. شولدر بريس نفس الشيء، اللي ما عنده دمبلين بيستعمل دمبل واحد، 10 يمين 10 يسار. استعمل ريلك، انزل 1 2 3 4 5 تتخلص 10. نزل الدمبل. التمرين الثاني ما عندي وزن خفيف، غراش ماي صحة على طول اوقف سيده ارفع. 1 lateral raises 2 3 4 5. اخلص نفس الشيء 15 ل 20 او 20 ل 25. فسوينا من البداية سوينا ثلاث تمارين حق الشست صدر ورا بعض، فلور بريس، عقب سوينا بوش اب بالسز، عقب سوينا الفلايز فلور فلايز. ريحنا دقيقة شست خلصنا، الحين احنا في الراوند الأولي خلوا بالكم وياي. عقب سوينا ظهر دمبل رو ديد ليفت ريفرز فلاي 10 10 20 ل 25 او 15 ل 25. ليش؟ الوزن وايد خفيف. عقب ما خلصنا قلنا اكتف، فركزنا على الجهه العلويه من الجسم. 10 15 ل 20 او 20 ل 25 بتريح. عقب ذي كل التسلسل ذي كله عقب ما تخلصه بتريح دقيقتين وتعيد من اول. سوي لي ثلاث جولات لأربع جولات من التسلسل دي كامل، ذلك بتكون ممرن الجزء العلوي من الجسم بطريقة ممتازة. يعطيكم العافية. عودة مشاهدينا، مشاهدينا، خلال فترة وجودنا في البيت التغيير اللي صار على روتين حياتنا اللي متعودين عليه، أكيد طريقة العناية بالأسنان لها نصيب في المواضيع اللي نقدمها لكم خلال هذه الفترة في صيف البحرين. راح يكون معنا الدكتور محمد العراني طبيب أسنان عشان نتكلم أكثر حول العناية بالأسنان خلال وجودنا في المنزل والعزل المنزلي. صباح الخير. صباح
دكتور. يا هلا مرحبا فيك دكتور. الله يسلمك. اليوم نقدر نقول صباح الابتسامة الجميلة دام بنتكلم عن العناية في الأسنان وغيرها من المواضيع. ويكند بعد. اي ويكند سعيد بعد طبعا. دكتور في البداية ودي نتكلم عن العناية بالأسنان، ايش كثر مهم الواحد لما يعتني بأسنانه يواصل على هذه العناية. في أشخاص لما يروحون مرة حق الدكتور يعتبرون أنه خلاص هذه المرة الأولى والأخيرة. لا، هو العناية بالأسنان لازم تكون مستمرة، يعني مو بس هي مرة واحدة نزور فيها طبيب الأسنان وخلاص، لا، في بشكل دوري 3 months 6 months 1 year، فنبديها من 3 أشهر بعدين 6 أشهر بعدين لسنة على حسب وضعية أسنان الشخص اللي تكون موجودة. حلو. دكتور شنو الحالات اللي المفروض الواحد يروح لها في هذه الفترة اللي احنا فيها؟ يعني إذا حس بحالات معينة ممكن أنه يقول خلاص أنا لازم أروح حق الدكتور. هو عادة اللي يجيب الكل حق عيادة الأسنان هو الألم، صح؟ فالموست امبورتنت ثينجز ولا أهم شيء اللي هو الإميرجنسي، مثلا عندك ألم، عندك ألم ما يخليك تنام في الليل، التهابات، انتفاخات في اللثة، لا قدر الله قد كسر موجود أو أي شيء، هاي الحالات تعتبر من حالات الطوارئ. فالحالات الطوارئ كشتى لازم تزور عيادة الأسنان. يعني دكتور هل في بعض الأعراض اللي تطلع مثلا في الأسنان إحنا يمكن نحسها إنها عادية بس هي لازم تحتاج حق دكتور ويشخص هذه الحالة؟ طبعا أغلب أكثر شيء اللي أنا قاعدة أشوفه مثلا يجيك مراجع يقول لك والله أنا لثتي تنزف، طلع دم واجد، ف بستخدم مضمضة. لا، في أشياء لازم تسويها قبل، في تنظيف الأسنان، في مانيوال كليننج، في ديب كليننج، فهاي اللي يوقفه، ما بيوقفه بس نفس ما يقولون مضمضة أو تفريش أو نغير الفرشاة، ما فلازم يكون في تدخل من عندنا احنا، من عند الطبيب نفسه. دكتور الحين خلال قاعدة البيت هذه أكيد في عادات سيئة الكل يسويها، مثل الحلويات، مثل يعني الأكل الغير صحي أحياناً، فشلون الواحد لما يحصل هاي الأعراض شلون يتكلم مع الدكتور، وإذا صارت حالات شلون يعني يقدر يتعامل مع هاي الأمور، وأكيد في طرق جديدة في طريقة تنظيف هاي الأسنان هاي. اوكي، في هالفتره طبعا نفس ما تشوفون قلت لك احنا قاعدين في البيت، ف مثلا السويتس او مثلا كوفي درينكر، نشرب كوفي واجد، فانت يو كان ايت طبعا في الحد المعقول، نفس ما نقول مثلا سويت بعد في الحد المعقول، بس شنو اللي لازم نسويه؟ المضمضه بالماء الطبيعي او المضمضه العاديه وتفريش الاسنان بعد كل وجبه، خلينا نقول في هذه الفتره، هاي بيقلل نسبه الحدوث حق التسوسات او التهابات اللثه في المستقبل. يعني دكتور مع تغيير روتين الحياة طبعا الناس شوية يمكن في بعضها تحس بتوتر، في بعضها مثلا تحس انها تواجه بعض الصعوبات بحيث انها يمكن تيه الحالة اللي تضغط على اسنانها او تضغط على اللثة، فشو ممكن تتصرف في هالحالة؟ عموما الاسترس ولا الضغوطات اللي تخلي الشخص على قولتهم grind his teeth، يضغط على اسنانه، عادة لازم أول شيء نشوف السبب الأساسي لهذا الموضوع قبل لا يكون تدخل حق الأسنان. بالنسبة إحنا إلينا كدنتال كلينكس ولا أطباء أسنان نسوي شغلة اسمها النايت جارد، اللي يحمي اللي هو واقي الأسنان، اللي يحمي الأسنان عن العض ولا يصير صرير في الأسنان، فيستخدمها المريض لفترة معينة بعدين نريحه، يعني مثلا أعطيه أسبوع أون أسبوع أوف. تقصد اللي يكون شفاف؟ شفاف يس. بس دكتور هذه ما يضايق وقت النوم؟ والله في البداية أكيد طبعا لازم يتعود عليه. أي شيء جديد يضايق بس بعدين الشخص يتعود عليه. دكتور أكثر الحالات اللي بتيك هذه الفترة هل في شيء تغيير صار بالنسبة للمتابعين أو اللي دائما يعني العيادة عندك، في تغيير في هالفترة؟ طبعا اكيد صار في تغيير لان اغلبيه الناس قامت تجي للطوارئ فقط، وما شاء الله يعني هنا عندنا في البحرين المجتمع واعي، فيعرفون والله انا بجي حق الاميرجنسي او بجي حق شغلات ضروريه اكثر. في بعد ما فتحوا المجال الى الكلينكس تشتغل نورمالي، قاموا الناس تجي مثلا حق تركيبات اسنان لان السن مسوى عصب، فيعني اوكي. يعني في مراجعين يترددون على العياده دكتور، وللحين في ناس شويه تخاف، في ناس تخاف، في ناس لازم تتاكد، يعني في ناس اول شيء تتصل تسال تقول انتم عندكم البروتكتيف ميجر، انتم شلون تسوون لنا، هل بتخلونا نحارس في الويتنج اريا ولا بتدخلونا دايركت الدنتال كلينكس،
فكلهم يعني نخبرهم. حلو عادي. جميل. يعني في اجراءات وقائيه واحترازيه قاعد تاخذونها بالنسبه حتى حق المراجعين، والمراجعين في نفس الحاله يسوون هالشيء. ودي اسالك دكتور اكثر اليوم، يمكن الكثير من الناس في الفتره الاخيره اهملت شوي العنايه بالاسنان بحكم انه ما صار لنا الفرصه ان هي تراجع حق الطبيب، او بحكم الروتين حياه اللي تغير. شو الاشياء اللي لازم يركزون عليها خلال هالفتره؟ شنو العنايه الصحيحه والمثلى خلال هذه الفتره في الحجر المنزلي؟ خلينا نقول لو كان المريض يعني اسنانه طبيعيه، ما عنده اي تركيبات، ما عنده اي تقويم للاسنان اور وات ايفر موجود عنده، هاي يكون عن طريقه التفريش والمضمضه. ولو احتاج شيء في هذه الفتره وهو اسنانه طبيعيه، ما اتوقع من الضروري انه يزور عياده الاسنان، فنقدر نستخدم الفيرتشوال اللي هو كونسلتيشن اونلاين، الاستشاره عن طريق الاونلاين. لكن بالنسبه للاسنان، للاشخاص اللي مثلا عندهم تركيبات للاسنان او تقويم، خلينا نتكلم عن التركيبات للاسنان. عندك شخص عنده تركيبه للاسنان، صارت هذه الفتره ما قدر يجي العياده، يحتاج تنظيف، فيعتبر من الحالات اللي لازم يزورنا في العياده. خلينا نتكلم عن شخص في العزل بروحه، يعني في العزل ما يقدر يطلع او ما يقدر يخالط الناس، في اشياء معينه لازم هو يتبعها. مثلا لو كان عنده تقويم العادي، ففي البي او اس البريتش اورثودونتك سوسايتي نزلوا مقال ان شلون يتعامل المريض وهو موجود في العزل. فخلنا اكثر شيء اللي يضايق المرضى الوايرز، لما هاي صح، فايذر يو بندت ات هوم بتويزر ولا تحطون الواكس، بوحده منهم طاحت تقدر تشيلها. ففي اشياء سووها في هذه الفتره بس على اساس يقللون، خصوصا للاشخاص اللي عندهم المعزولين. دكتور يمكن ذكرت نقطه على موضوع الاونلاين، ايش قد فورد هاي الموضوع في هذه الفتره وهل مفيد؟ صحيح يعني انت قلت ان في بعضهم يعني بروحهم انهم يعدلون مثل ما قلت التقويم وغيره، فمدى فعاليه هذه الاستشاره عن طريق الاونلاين؟ الفيرتشوال اونلاين كونسلتيشن يعني احنا ما كنا نستخدمها من قبل، صحيح من شي سهل، بس جت هالفتره اتس فيري برودكتيف، يعني فعاله جدا، لان الشخص قام يعرف مثلا انا حتى لو بزور طبيب الاسنان بكون انا عارف اي هاف 1 2 اند 3 عندي صح. مثلا بسوي مثلا عدسات الاسنان قدام، شكيت للدكتور الموضوع والله عندي ألم، قربنا التشخيص الحالة قد ما نقدر بس من غير أشعات. فلما يجينا المراجع فنأخذ الأشعة على سبيل التأكيد. يعني دكتور ذكرت نقطة التقويم، يعني أتوقع بالنسبة حق الأشخاص اللي تموا في هاي الشهور اللي كانت العيادات فيها يعني بندة، هل كان في أثر يمكن سلبي عليهم خلال هالفترة من ناحية التقويم، وقدرتوا تعالجون هذا الشيء بحكم إنه إحنا نعرف إن كل شهر يتغير التقويم أو يمكن كل شهرين، فهل واجهتوا صعوبة في هالموضوع مع المراجعين في العيادة ولا كان الموضوع عادي سهل؟ كان الموضوع طبيعي، لأن أغلبية المراجعين والمرضى كانوا يتصلون يسألون شنو نسوي في النكست ستيب. طبعا هاي بالنسبة للتقويم العادي، فهو ما بيأثر عليهم خلال شهر أو شهرين لما يكون بريشر على الأسنان. لكن بالنسبة للتقويم الشفاف كانوا المرضى كلش طبيعيين عاديين، لأن عادة يلبس آخر قالب وخلي عنده. يعني انا اتوقع يعني مع خلال هذه الاوضاع الراهنه، موضوع العيادات ما صار شيء يعني استصعب يمكن على المجتمع انه يقولون والله تاذينا، والله كان صعب ان احنا نروح، لانه كان في استشارات اونلاين وفي اشياء طبعا اكيد قلت لك من قبل اختراعات جديده صارت صح طلعت خلال هالفتره. طبعا اكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا دكتور محمد العرادي، ويعطيك الف عافيه وان شاء الله نشوفك مره ثانيه. شكرا لك دكتور. شكرا لك. أما الآن خلونا ننتقل لتقرير بخصوص جهود وزارة الداخلية في ظل هذه الأزمة، وراجعين لكم مع ضيفنا في الاستوديو، خلكم معنا. جهود كبيرة تقوم بها كوادرنا في الصفوف الأمامية، ما كان لنا أن نعرفها لو لم تنقلها عدسة الكاميرا أو جاء ذكرها بقلم كاتب. فضمن منظومة متكاملة من الأداء لمختلف إدارات وزارة الداخلية، تعمل الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بتسخير كافة أدواتها الإخبارية وقدراتها المتميزة في إيصال المعلومة الصحيحة واستمرار التواصل مع المواطنين والمقيمين لإطلاعهم وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وإلى جانب رسائله في جميع وسائل الإعلام، حرص الإعلام الأمني على ضمان وصول الرسائل الإعلامية بشكل أكثر وضوحاً وسرعة للعمالة الوافدة عبر تطويع التكنولوجيا وابتكار أسلوب توعوي فاعل من خلال الطائرات المسيرة. محترم كاركون، اپنی حفاظت کے لیے بازاروں، پبلک مقامات پر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کم از کم 1.5 meter کی دوری رکھیں اور بھیڑ والے علاقوں اور جگہوں میں جانے سے گریز کریں. اپنی رہائش گاہوں میں سیفٹی ہدایات کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں اور خلاف ورزی کے بارے میں رپورٹ کریں. آپ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. جنرل ڈائریکٹریٹ آف میڈیا اینڈ سیکیورٹی کلچر کی نیک خواہشات. مركز الاعلام الامنی يعمل على مدار الساعة من أجل توصيل الرسالة الإعلامية الأمنية بشكل دقيق وسريع في كل الظروف. ومع هذه الأوضاع الاستثنائية ومواكبة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تأتي رسائل الإعلام الأمني المتنوعة المبنية على التواصل الفعال مع المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتؤكد على التوعية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء. بالإضافة لدوره في نقل الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية ومواجهة الشائعات، يقوم المركز الإعلامي برصد أحدث الابتكارات والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وتحليل ودراسة كافة المعلومات وإعداد آليات الرد والتعامل مع المتغيرات لتكون دائما يد العون في سلامة المجتمع والوطن. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة النقيب جاسم عيد آدم، ضابط بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. صباح الخير. صباح النور يا أهلا. صباح فيك اليوم. شكرا لكم، نشكركم على الاستضافة. يا هلا مرحبا فيك. أكيد إحنا نشكركم على الجهود اللي قاعد تقومون فيها في هالجانب. أكيد العافية صراحة. في البداية ودي أتكلم من اليوم، التوعية تعتبر عنصر أساسي في عمل إدارة صحيح. الثقافة الأمنية باعتبارها هي الجهود اللي توصل أكيد حق الجميع المشاهدين وأكيد حق عامة الشعب عشان يعرفون الجهود المبذولة في هالجانب. ودي نتكلم أكثر عن الجهود اللي قدمتوها وكيف قدرتوا تبرزون هذه الجهود في هالمجال. بداية يعني لو بنتكلم عن الجهود، بنتكلم عن الدور اللي تقوم فيه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. أي دور تقوم فيه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية هو يعني أي نجاح نقوم فيه يعني ماية من فراغ. صح. هو في البداية من يعني الدعم والمساندة الكبيرة من لدن سيدي معالي وزير الداخلية. يعني هذه الدعم اللي احنا نلمسه يوميا، الاهتمام المستمر، دعم الكوادر البشرية، دعم الموارد الموجودة التقنية، هذه وصلنا احنا فيه من خلاله الى يعني مستوى عالي من الاحترافيه، يخلينا احنا نمارس عملنا 24 ساعه بشكل يومي. لو بنتكلم عن يعني الجهود اللي تقوم فيها اداره الثقافه الامنيه والاداره العامه للاعلام والثقافه الامنيه بشكل عام، طبعا بدايه الثقافه بشكل عام هي يعني كم المعلومات اللي عند الانسان. صح. لكن الثقافه الامنيه ما توقع اي انسان اليوم يعني ممكن ما تهم الثقافة الأمنية، لأن هي خلينا نقول جزء من حياتنا اليومية، جزء أساسي من الحياة. نعم. يعني الثقافة الأمنية هي ثقافتي أنا المرورية في الطريق، ثقافتي في المنزل، سلامتي، سلامة المنزل، ثقافة في من خلال المعاملات التجارية، من خلال المعاملات القانونية، من خلال تواصلي مع الآخرين، هاي كلها ثقافة أمنية، ثقافة يومية لازم تكون عندي. صحيح. عند الجميع، عند المواطن عند المقيم. يعني احنا ما ننسى ان المواطن والمقيم هو شريك أساسي في الأمن. صح. نعم. فالثقافة الأمنية هي المكمل للحياة. يعني الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية عندها أذرع أو أدوات إعلامية كبيرة. يعني لو بنتكلم في جانب الصحافة، عندنا مجلة الأمن. مجلة الأمن يعني هي مجلة شهرية دورية تصدر كل شهر تقريبا من عام 2007. هذه المجلة تصدر باللغتين، اللغة العربية والإنجليزية، فهي يعني توصل للمواطن والمقيم. يعني توجد فيها نصائح، توجد فيها قضايا اجتماعية مهمة، قضايا قانونية، قضايا أمنية. هذه من جانب مجلة الأمن. عندنا مجلة الأمن الفصلية تختص أيضا خلينا نقول بالبحوث العلمية والقانونية. فهني أنت وصلت حتى الثقافة الأمنية بشكل علمي للمواطن والمقيم أيضا، تصدر كل 3 شهور.
عندنا مجلة الوطني. مجلة وطني هاي المجلة الجميلة جميلة. يعني مجلة صح. وطني هي مجلة للأطفال، موجهة للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة. يعني نحرص في المجلة مجلة وطني أن كل المعلومات القيمة توصل للطفل، توصل للطفل من خلال محافظتي على القيم، محافظتي على المبادئ الاجتماعية، محافظتي على معرفته بالثقافة الأمنية أيضا. أنت من المهم أن اليوم الطفل تكون عنده ثقافة أمنية. صح لازم. يمكن أصلاً يكون عنده وعي أكثر من الطفل. صحيح صحيح، هذه المهم يعني. بالإضافة إلى أنه يعني هي حقيقة هي موجهة للطفل من 6 إلى 12 سنة، لكن لها جمهور آخر. صح. يعني ما ننسى أن من جمهورها أولياء الأمور. أولياء الأمور. من جمهورها أيضاً يعني المعلمين والمعلمات في المدارس، بالإضافة إلى المهتمين بشكل عام يعني في خلينا نقول في جانب الرسوم الكاريكاتيرية والمجلات. هذه إذا تكلمنا عن جانب الصحافة والمجلات. بنية حق وسائل الإعلام التقليدية، يعني عندنا في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية نهتم في الجانبين، في الإذاعة وفي التلفزيون. صح. يعني ما شاء الله في الإذاعة، ويعني احنا نشكر وزارة شؤون الإعلام انهم يتحول لنا هذه الفرص، ان احنا عادة متواصلين معاهم. عندنا برنامج الأمن الإذاعي اللي كل يوم خميس احنا نطلع فيه، برنامج الأمن الإذاعي على قناة البحرين 102.3 FM. هذه البرنامج برنامج أمني اجتماعي يشاركون فيه المتصلين من خلال يعني يقدمون نصائح ويشاركون في موضوع البرنامج، وأيضا هو فرصة للحصول على يعني جوائز نقدية لأن هي عبارة عن مسابقات. فإحنا صار عندنا المتصل شريك للأمن، يتثقف أمنيا ويرسل رسالة أمنية في نفس الوقت. عندنا مشاركات يومية في برنامج صباح الخير يا بحرين، بالإضافة إلى برامج يعني دورية في شهر رمضان المبارك. عندنا برنامج كلنا شركاء، من اسم برنامج كلنا شركاء يبين ان احنا المواطن ووزارة الداخلية شريك في الأمن. يعني تقربون هاي المسافة. نعم بين المواطن. اكيد اكيد. يعني شهر رمضان المبارك كان 30 حلقة كلنا شركاء، يعني كل رمضان نطلع فيه. فهذه برنامج اخر. عندنا في فصل الصيف عندنا برنامج صيفنا امان، نحرص على يعني شلون المواطن والمقيم تعليمات السلامة في الصيف، فصل الصيف. يعني ما بنتكلم عن السنوات اللي مضت، يعني الناس تسافر والناس تكون موجودة، شلون نحافظ على سلامة المنزل، سلامتي أنا في فصل الصيف. بالإضافة إلى برامج أخرى تكون والأخبار، هاي في المجال الإذاعي. بالإضافة إلى عندنا برنامج أو فقرة ثقافة أمنية، اسمها فقرة ثقافة أمنية. هذه الفقرة يعني تذاع في برنامج صباح الخير يا بحرين، بالإضافة إلى أن هي تترجم للغة الإنجليزية ولغات أجنبية أخرى من ضمنها الهندية، وتبث يعني على إنستغرام وزارة الداخلية عشان تخاطب الجميع، عشان تخاطب الجميع. المعلومة هذه المهم إحنا بالنسبة لنا أن إحنا نوصل كل معلومة وكل رسالة إعلامية للمواطن والمقيم. طبعا برز دور الإعلام الأمني في يعني وضع كورونا الحالي. نعم. اللي احنا فيه. كلمني عن، طبعا اكيد كان هذه دوره عشان توعيه الناس وتوعيه كل المجتمع. كلمني عن الاحصائيات اللي حصلت من خلال هذه الاعلام الامني. نعم. طبعا يعني وزاره الداخليه من خلال عملها من ضمن فريق البحرين، يعني هاي الفريق اللي احنا نشكره. نعم نشكره على الجهود كل الجهود. يعني الفريق يعني هو الصف الأمامي لحفظ مملكة البحرين إن شاء الله من هذه الجائحة. لو بنتكلم عن الإحصائيات في جميع المجالات، ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن احنا ما تطرقنا لها، لكن وسائل التواصل الاجتماعي عندنا في إنستغرام وتويتر. تويتر وزارة الداخلية المتابعين له تقريبا 500,000. هذه إن دل على شيء فإنما يدل على الحمد لله رب العالمين ثقة المتابعين في حساب وزارة الداخلية. من بداية فترة جائحة كورونا لليوم تقريبا أكثر من 400 تغريدة في الانستغرام، تقريبا بهذا الكم أيضا 400 بوست تقريبا. هذه كلها تحتوي على إرشادات، تحتوي على أخبار، تحتوي على نصائح كيف التعامل مع فيروس كورونا. بالإضافة إلى يعني في الإذاعة قمنا بعمل برامج خاصة، إرشادات، فواصل في التلفزيون أيضا. في التلفزيون صح كنا نشوفها بشكل يعني مستمر. بشكل مستمر صحيح. هذه الأمور كلها نحبذ إحنا نوصلها للمواطن والمقيم بشكل كبير. عندنا في صفحة الأمن اللي تنزل في الصحف اليومية تقريبا يوم الأحد،
نحرص احنا عليه من خلالها ان نوصل المعلومه ونحرص على التباعد الاجتماعي، يعني من خلال كثير من الامور، من ضمنها ان احنا يعني ندعم ونحرص على الناس انهم يستخدمون الخدمات الالكترونيه اللي تقدمها وزاره الداخليه. فانت اليوم انا اقدم لك الخدمه لكن من غير ما تكون موجود عندي، واقدم لك الخدمه بشكل سريع وبشكل آمن. هذه المهم بالنسبه لنا. طبعا اكيد الجهود اللي قاعد تقومون فيها تشكرون عليها، جهود جباره يعني لتوصيل المعلومه وتوصيل هذه الثقافه الامنيه للجميع، سواء كانوا حق المواطنين والمقيمين. فاكيد احنا نشكركم على هذه الجهود، وانتم الصف الاول في هذا الجانب اكيد. ونشكر تواجدك النقيب جاسم عيد آدم، ضابط بالاداره العامه للاعلام والثقافه الامنيه، كل الشكر على حضورك. شكرا لكم، هذه واجبنا. شكرا على الاستضافه. مشاهدينا فاصل سريع ونواصل معاكم باقي فقرات حلقة نهاية الأسبوع، خليكم معنا. رجعنا لكم من بعد الفاصل، وكلنا مجتمع واعي هو عنوان السكتش مسرحي فكاهي اجتماعي وتوعوي يقدم أبطال مسرحية ما في سكراب للصفوف الأمامية والمتطوعين في خدمة الوطن في حجر الحد الصحي، كتقدير لجهود فريق البحرين وما يقدمونه من خدمات للوطن والمواطن. للحديث أكثر ينضم معنا في الاستديو الزميل والإعلامي والممثل حسن محمد ومؤلف ومخرج العمل حسن السكافي. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا. صباح الورد، صباح الطاقة الإيجابية الصباحية صراحة. والله وجودك بنفس طاقة إيجابية. والله وجودكم أنت وطلتكم الجميلة على المشاهدين أكيد. أنا وأخوي مخرجنا ومؤلفنا حسن السكافي، شعور حلو ان هالقعده دي صباحيه، انا كنت متعود عليها فتره طويله في هلا بحرين واطلع، فاعرف ذي الشعور الحلو ان انت تجيب بكل طاقتك الحلوه تشاهد المشاهدين، فيعطيكم الف عافيه. الله يعافيك حسن. قبل لا نسال اي شيء، اول شيء انت وايد ظالم. انا ظالم؟ اي لان ما شاء الله ما ندري احنا شنو، احنا شنو اقول لك، انت ممثل مبدع في، انت في 2019 و2020 داينامو كنت. الحمد لله ما شاء الله يعني، ما شاء الله. يعني نمسك الخشب ولا شيء؟ اي 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 اكو موجود. شوف لو ما الكورونا كان شربتك من وراي. قبل دائما يقول انا اشربك من وراي عشان يدعينك علي تروح. الحمد لله رب العالمين، طبعا اول شيء بفضل رب العالمين، وبعد ما اكيد ما بخص حق نفسي يعني، اجتهدت الحمد لله رب العالمين يعني، حتى يمكن نزول مسرحيه يعني ابطه في فتره الازمه اللي مرينا فيها. وين ما تروح في الانستغرام في السناب تطلع لي في كل مكان في الدعايات. الحمد لله. اتمنى الخير يا اخوي. الله يخليك. اتمنى لك الخير بالعكس. الله يخليك ان شاء الله. نفتخر فيها في البحرين. الله يخليك والله. شكرا جزيلا على هالكلام الطيب صراحه. بس خلينا نتكلم حسن عن موضوع المبادره اللي سويتوها واللي تكلمنا عنها، يعني اول كلمه عن الفكره صراحة. يعني أنا حاب يمكن بداية الفكرة حسن يبتدي، لأن حسن هو اللي الطبخة كانت عنده، الفكرة الهدف من وراء هذه الفكرة كانت جدا كبيرة، وأكيد أنا بعدين بكمل عليه. طبعا حسن مبدع في تقديمك للأفكار. طبعا أنا من يعني أشد المعجبين اللي دائما أحضر مسرحيات اللي تقدمونها وتشتغلون عليها. والواسطة أنا ترى أنا قاعد أتذاكر يدفعون لي أنا بنفت وأنا أطرش. أنا أي وقت يشرفونا، بالعكس أكيد ضروري تشرفونا في الأعمال الجاية إن شاء الله. كنا بنتكلم عن الفكرة هذه وشنو الهدف الأساسي منها. الفكرة جت طبعا هي خصوصا ترفيه في ظل هاي الأزمة والجائحة اللي احنا قاعدين نمر فيها، وخصوصا ان يمكن مثل ما تعرفون هاي المرض لحد الان ما في اي علاج، فالناس كانت تجلس في الحجر ما عندها ايش تسوي، فكان كنا نشوف ان افضل شيء او يعني افضل شيء انه يكون عند الناس اللي في قاعدين في الحجر هي الحالة النفسية تكون صح، معنوياتهم شوي مرتفعة، حالتهم النفسية تكون افضل، فعشان نبدل الجو، نبدل نعطيهم طاقة إيجابية، نخلق لهم جو مختلف عن الروتين اللي هم قاعدين يعيشون فيه، ما أدري أسبوعين قاعدين هنا في الحجر. كذلك حتى العاملين في الصف الأول ما شاء الله عليهم، الآن يمكن للآن صار لهم يمكن أزيد من 3 أشهر قاعدين في نفس المكان، ما يروحون يشوفون أهلهم، ما يطلعون، ونفس الروتين يوميا، نفس الروتين. فجت الفكرة عشان نحن نكسر هاي الروتين ونقدم شيء يكون فكاهي اي بالضبط يسعدهم. وبحب من هاي المنطلق بعده والاشكر طبعا مديره المحاجر الصحيه الدكتوره نعمه السبيعي
والمنسق كان اللي هو الأستاذ جلال كاظم. صحيح. هم اللي اساسا هم اللي جت الفكره اساسا من عندهم، انه كانوا يبون نقدم لهم سكتش، وبالعكس يعني احنا كنا نتشرف انه يكون لنا دور، يعني خصوصا ان كل واحد يحاول يخدم او يقدم من الجانب اللي هو يعرف فيه او يبدع فيه. يعني ديك الاطباء والعاملين في الصف الاول هم افضل ناس يواجهون هاي الجائحه، احنا في دورنا ما نعرف يعني نسوي اي شيء في الجانب الصحي. صحيح. بس ممكن احنا نزرع الابتسامه، مثل ما تعرفون ان الحاله النفسيه لها دور كبير جدا في علاج الامراض، يعني صح. كثير من الامراض الحاله النفسيه هي اللي تاثر ازيد من المرض نفسه. صح. فهي من هذا السبب يعني قدمنا هذا العمل او الفكره الكوميديه. يعني جميل، يعطيكم العافيه صراحه. اكيد هذا الشيء يمكن قلت نقطه مهمه، ان النفسيه بعد مهمه للمريض. ممكن نحن دائما نركز على الامور الطبيه صح، ولكن دوركم وايد كبير. كلمني حسن عن هاي التجربه بالنسبه لك. شوف صراحه يعني من صارت الازمه او بدايه الازمه ايمان وحمد، يعني الواحد يعني انا كنت من الاشخاص اللي ما ترددت على طول سجلت رقمي في المتطوعين، والواحد فعلا يكون حريص انا شنو ممكن اقدم في هذه الفتره حق ديرتي، او شلون ممكن اتعايش مع هذه الازمه. فما يعني ما 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 سعفني الحظ انهم يكلموني يعني. فلما حسن كلمني عن الفكره ومن غير تردد، يعني هذه الفرصه الوحيده اللي انا ممكن اثبت ان انا اقدر اقدم شيء حق ديرتي او حق الناس اللي موجوده الصفوف الاماميه، الناس اللي يمكن لا رمضان عاشته صح مع اهلها، جهود لا العيد، يعني مجهود جدا كبير. فصح هذه هي الفكره الصحيحه، ان احنا نقدم شيء ممكن يكون كوميدي بس يكون هادف في نفس الوقت، ونضيف هذه البسمه والفرحه عليهم. فكلمني حسن من غير تردد، يعني هذا هو التطوع اللي انا اقدر اسويه. مثل ما قال حسن يعني الدكاتره هذه شغلهم، يعني ساعات في ناس تلوم الفنان، انتوا وينكم؟ احنا موجودين باللي نقدر عليه، يعني الشخص يقدر يقدم الشيء اللي في مجاله. صح. فهذه هو مجالنا، حسن ابدع في الكتابه في الفكره، احنا وجودنا انا استاذ سامي رشدان البسام علي جعفر الساري ابدينا المشاركه، وهو اتوقع يدري متى على طول، يعني متى بنبتدي متى بنروح. اشتغلنا يعني السكتش بحب على مدار يمكن يومين ثلاثة ايام احنا بروفات، وعلى طول نزلنا للساحه. الشعور الاجمل ان احنا رايحين نقدم ذي العمل، هما الدكاترة والمتطوعين يشكروننا، فنقول لهم احنا مو ناطرين الشكر، احنا جايين احنا نشكركم بهذه المبادرة. يعني الدكاترة والمتطوعين كانوا مثل الام اللي حريصة ان هي تداري على عيالها، في نفس الوقت العيال اللي يبون يبرون امهم. صح. يعني الديرة مثل الام، والشباب المتطوعين ذي وكأن عيالها فعلا. فشفنا هذه الروح الجميلة، شفنا ايش كثر يتعبون. يعني أكون صريح معاكم، هو الدشة إلى المحجر للمكان نفسه يعطيك شوية رهبة. صح. يعني الطريقة المكان، لكن صدقيني يعني من البداية من دشتنا الابتسامة الاستقبال، احنا يمكن شوي نلبس الماسك ونقول تعبنا، تخلينا ذلين لابسينه طول الوقت، بالإضافة أنهم مبتسمين طول الوقت. صح. واقفين مع الكل طول الوقت، فهذه كانت الشغلة حلوة غير الكاركترات اللي سوينا. يعني كنا نضحك طبعاً. حسن مو بغريب عليك، يعني أنت من الفنانين اللي دائماً في أي محفل وطني تكون متواجد فيه، والله وتقدم أتشرف رسالة الفنان بصورة هادفة. وأكيد نشكرك على البرنامج اللي قدمته في رمضان، برنامج السارية أسعدنا وإحنا في البيت. ثبت على الشبكة. نرجع لك أكيد مخرجين أكثر نبي نتكلم. قال حسن شغلة يمكن مهمة بودي أتكلم عنها، قال بداية ما دخلت يمكن الحج المحجر شفتوا يمكن الناس شلون يمكن قاعدين بالكمامات، هل واجهتوا صعوبه في انكم مثلا تتواصلون مع الناس، او واجهتوا صعوبه في انكم تقدمون العمل عن بعد خلينا نقول نوعا ما، لان اكيد تكتب في يعني في تباعد اجتماعي في خلال تقديمكم لهذا العمل. يعني مثل ما قال حسن، يمكن انا اول مره يمكن انا رحت الحجر قبلهم يعني عشان نرتب حق الموضوع، فاول مره كان ورحت يمكن من اول بدايات يعني يعني قبل شهر او شهر وشوي. فذيك الفتره الاخبار والوضع اللي هم كانوا التجهيزات، اول ما تروحين تشوفين الشرطه والناس كلها لابسه كمامات وتدش في وسط هاي الجو، فكان شوي لي رهبه. بس لما تقعد تشوف انه تشوف الدكاتره الاطباء العاملين هناك شلون يتعاملون وياك برحابه صدر، وماخذين الامور يعني ما بقول يعني خلاص يعني اخذوا او عاشوا التجربة وهضموا التجربة، فتحسهم أن عندهم ثقة في التعامل مع هاي الجائحة. بس أضيف شغلة، شوف يعني في خصوصا احنا كنا نقدم السكتش عن بعد. البداية احنا كنا رايحين نقدم السكتش حق اللي هو
الصف الاول بس لان المكان كان واسع وكبير محل مفتوح فكان مجموعه من ايضا المصابين طبعا المصابين موجودين في الحجر الحله ما عندهم اعراض يعني مجرد انه عنده الاصابه بس ما عنده اي اعراض فهمنا فخلونهم في هذه هي الحجر فكانوا جالسين في الجهه الثانيه طبعا مسافه بيننا وبينهم انزين فبس ان هم يمكن يشوفون يناجوننا من بعيد من بعيد فكانوا يشوفون هاي العمل اذكر فلذلك في واحده من المقاطع في السكتش كنا او سامي كان يحط على يعني كنا في الكوميديا جايين واحد دوره شكاك فكان يحط على اللي قاعدين في المحجر في الحجر فيقول انه ارد له في الحجر اساسا ما لهم شيء يسوونه بس قاعدين واكل من زود ما هم انه ماخذين موقف كوميدي فهم ضحكوا ازيد ناس يعني صفقوا قال لي سامي قال يعني وش في المحجر فيه لعب بته ولعب كيرم وصارت الضحك يعني احنا تفاجئنا يمكن يبوزون طلعوا لا ما يضحكون وهم اللي صفقوا البحرينيين معروفين بروحهم بس اهم شيء اكثر واحد كان قوي واحنا داشين البسام علي يعني اكثر واحد كان خايف اخذيها العين يعني واحنا نبي ندش عند السياره يقول لي بعالج النصار الصهيج انا ترى التقيت وياه قبل بيوم في حفله وكان يقول لي انه خايف اي خايف لا بس لا عقب خلاص يروح الخوف كله يعني لما تشوف جهودهم اصلا انت تستحي انه يكون عندك خوف يعني خلينا نتكلم يمكن في موضوع ثاني حسن انه في ناس وايد انتقدت الفنانين في موضوع انه وينهم وين دورهم في هذه الفتره ولكن هذه رد قوي لكل اللي كانوا ينتقدون في موضوع ان ترى الفنانين لهم دور كبير ودور صحيح. ودور كبير وايد صحيح لكن شلون شفت ردة فعل الناس بعد هذه الدور اللي سويته شوف امانه يعني ما اعتقد في فنان خصوصا في هالفتره ما كان له دور نفس ما قلت في اللي يسمع فيه صح. في اي فنان في اي موجود سواء اللي كانوا الفنانين العالميين الوطن العربي الخليج الكل كان يطلع الكل كان يتكلم الكل كان ينصح الكل كان يهون على الناس صح. بالبث اللي يطلع منه حرام لا نظلم هذه الفئه بعد من الناس أبداً. واحنا كبحرينيين اتوقع كنا سباقين يمكن انا بس خلال هذه التجربه كان عندي عمل غنائي عشان البحرين مع الملحن بدر الذوادي المخرج الشاعر هشام الشروقي المخرج حسن الماجد مجموعة كبيرة من الفنانين شاركنا أيضا مع الأستاذ عادل شمس شاركت في تقارير وعلى فكرة هذه كلها كانت أعمال تطوعية احنا ما ننتظر المردود المادي لأن نفس ما قلت لك احنا منتظرين هذه الفرصة نقدم شيء حق البلد هذه التجربة بالنسبة لي كانت أنا تجربة حلوة وإحنا هم كنا سباقين فيها يعني ممكن في ناس قدموا سكتشات او فيديوهات كلها بدون ما يتواصلوا يعني مباشره مثل ما تقول شيء منتج فيديو فيلم بالضبط ويشكرون طبعا على هالجهود بس الفكره دي كانت يعني بالنسبه لي انا حسستنا احنا فعلا رجعنا قريبين للناس مره ثانيه اللي اسعدنا ان الناس يعني فعلا هي كانت تجربه كوميديه على الشخصيات الموجوده يعني مثلا شخصيتي انا كانت التاجر اللي يستغل هذه الازمه مو خاتون يعني لا لا خاتون بلحيتها وين الصين التاجر اللي يستغل هذه الأزمة ويبيع طبعا الكمامات والمنتجات اللي تعرف التجار اللي رفعوا الأسعار سامي كان الغير مؤمن بهذه الأزمة اللي ما في وهذه مؤامرة جعفر الساري كان اللي هو الوسواسي دبل أوفر يعني يمكن لابس أكثر من ما المفروض المفروض يلبس الشخص الطبيعي يعني البسام كان دور السكيورتي اللي موجود في البنك يعني واحنا نخلص معاملاتنا فكل حاله مثلت فعلا قضية مهمة نعم وانا بالاضافه ان انا كنت يعني تاجر كذب انا كنت اللي يروج الشائعات يعني مثلا اقول له احنا في وين مثلا اليوم في قلالي بس 10 ملايين شخص صادهم كورونا يقول لي احنا في البحرين كلنا كم ماني قلت له بس حط علينا العماله الوافده فاشرح له يعني فهذه الشخصيات يعني لما خلصنا أم عايشة أتوقع الدكتورة أيه نعيمة نعم قالت فعلا كل شخص من اللي شفناه موجود في المجتمع نفسه صح أنتوا فعلا ضحكتونا بس في نفس الوقت سلطتوا الضوء على مجموعة ناس وصلتوا رسالة والبسام كان عنده الختام يعني إذا كان عندك الإشاعات لا تصدقها إلا من مصادر رسمية يعني كان حتى في الختام كان في رسالة كبيرة هاي يا تاجر يا بحريني لا تستغل هذه الأزمة على ظروف أبناء وطنك وديرتك سامي لا 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 تطلع أن هذه كلها إشاعات في أشياء حقيقية وجهود لها مسج يعني لها مسج جدا جميل فمن خلال هذه التجربة أنا أحس أن الحمد لله حتى قربنا أزيد من الناس لدرجة إحنا اليوم عادي أقول إيه إحنا المفروض نخلص من هني ونروح نصوره كامل
از فيديو. توني كنت بقول لك يا ريت كنا نشوف شوي. لا بيصير ان شاء الله. راح يضحك انه هو سكيورتي وقال خاطر انا بس كنت باخذ الاذن يعني. بنخلص من هنا ان شاء الله بنروح نصورها عشان الناس بعد يطلبوني لان الكل قاعد يسال يعني خاطرنا نشوف ذي السكتش. يمكن هاي الشيء خلينا ننتقل لك اكيد استاذ حسن اكثر. يمكن انتم ركزتوا على الرسائل الهادف اللي تبون توصلونها حق المجتمع من خلال هذه المسرحيه اللي قدمتوها. نقدر نقول ان شاء الله غير التصوير اللي راح يتم تصويره بالفيديو نقدر نشوف بين تنعرض المسرحيه مثلا في محاجر ثانيه مثلا او فكرتوا مع جهات ثانيه انكم تنقلون هذه المسرحيه وهالعرض؟ احنا قدمناها طبعا في البدايه في لواء حجر الحدث اتوقع ثاني مره صح؟ وعرضناها بعدين في حجر الجفير. ما ادري يعني ما اتوقع يعني ان يمكن الظروف حاليا تسمح ان نبدا نعرض فلذلك توجهنا ان احنا نصور الفيديو. الهدف احنا ان كنا احنا نروح ان في حجر الجفير الصحي عشان احنا نقابل مباشره للمتطوعين اللي ما يقدرون يطلعون لانهم اوريدي موجودين في نفس المكان. صعب ان احنا نروح نقدمه في اماكن ثانيه حكم ان شنو حكم نحاول نحافظ على الارشادات والتباعد الاجتماعي والتعليمات بالضبط فلذلك نتوجه ان نصورها. حلو متى ان شاء الله بيتم تصوير هذا العمل؟ والله عقب شوي يعني عندنا شيء حصري احنا اليوم. انا ما شفيني طالعت ابي اخذ التوقيع عندنا انا اقدر اقول اي شيء حصري وعلى الناس يعني ايمان وحمد الناس يطالبونا يبون مسرحيه كورونا يعني حتى شوفي الازمه صحيح صعبه وعلى الناس بس قاعد يتخيلون افكار افكار جديده بس احنا ما ندري شنو في جعبه حسن وسامي صراحه لان ذلين اذا قعدنا مع بعض يمخمخون لك بفكره ما تدري شنو ممكن نطلع بهذه التجربه. هم يمخمخون وانت تطبق بعد التطبيق جميل بعد ان شاء الله في مفاجاه حلوه ان شاء الله على عيد الاضحى في شخصيه جديده. لا انا احس لا عيد الاضحى شوفوا يعني هم صراحه انا باشكر حسن والجهه المنتجه على يمكن مسرحيتي انا يبطئ ارتأوا انهم ينزلونها للناس فعلا في ظل الازمه اللي احنا فيها والحمد لله شفنا ردود افعال جدا جميله من الناس فالحين قاموا يطالبوننا في الجزء الثاني والجزء الثاني صعب لانه وايد ناس نرد عليهم وايد صعب لان احنا عندنا عروض المفروض في القطيف في عمان صح نرجع نعيدها في البحرين بس في خبر حلو ان شاء الله انه ان شاء الله احتمال في عيد الاضحى في شيء ننزل ان شاء الله على الـ على الـ على اليوتيوب على اليوتيوب بس ما بنقول شنو مفاجاه يعني ما بتقولون لنا شيء حصري لا الحصري قلنا لك حصري بشوي حصريات وايد صرت صيف وشتاء وربيع البحرين ما خلنا بس حسن خلينا نتكلم عن زملاء ادري انتم ما باكم بي خلينا نتكلم عن الناس ما قلنا لك ادوار وايد تطلع من مسرحيه ومسرحيه دورك انت يعني معروف عنك حسن دورك مع زملائك يعني عندك علاقه بينك وبينهم علاقه خاصه كلمني عن علاقتك مع زملائك في هذه المسرحيه بالذات شوف هذه العلاقه ما تستمر الا اذا كان في فعلا محبه حقيقيه بين الاطراف الموجودين في هذا العمل سواء من كاتب مخرج افراد المسرحيين نفسهم ما بيكون بيطلع للناس بشكل حلو الا في محبه حقيقيه فعلا واحترام يمكن انا جروب حسن تحديدا جروب سامي رشدان مافيا سكراب حسن يدري يمكن حتى العام انا عرضت تقريبا كل المسرحيات اللي عرضت انا عرض علي أمانة بس أنا تمسكي في هذا الجروب لأنه يقدمون محتوى راقي يحترمون الفنان يقدرون حتى ظروفه يعني حسن أنا يشكر في سنة من السنين يعني عشان دور خاتون إحنا بنعيد وايد قدر ظروفي ليه ما إحنا قدرنا أن نلتقي مع بعض وايد تساعد معي التمسك الجميل بين الأطراف هذه شغلة حلوة نفس ما قلت لك يعني حمد بيطلع العمل جميل وحلو إذا في روح تربط كل يشتغلون مع بعض عشان شي تشوف انه لما يحضرون الناس العروض يحسون انه في اسره على المسرح ما في شخص قاعد ينافس شخص في شخص يرفع شخص في فنان يشيل الفنان فهذه الروح اللي موجوده الحمد لله وهذه احنا اللي دائما نشوفها يعني في عملكم وفي فريق العمل دائما انا بحضوري المسرحيات اللي تقدمونها اشوف اللي يصير خلف الكواليس واشوف قبل ما تصعدون يمكن على المسرح ايش كثر انتم قريبين من بعض وايش كثر انتم مرتبطين ببعض وتشيلون بعض بعد في اي موقف صار حسن طالبين مني الكنترول اذا تقدم شخصيه من شخصيات العرض اللي قدمتوها ولا ايه بعد التفنان ومبيع وفريستايل صباح الخير شوف الشخصيه اللي تعجبك يعني افكر شيء من الاشياء يعني ايه كان شيء من الافكار قلت لكم لان انا نتاجر يعني وايد شذاب وديفيني بس يقول لك مخرجنا ان السفن عندك اياها ويندي هالكاميرا ايها كاميرتك فكان سامي يمي فيني تليفون على اساس احنا نتاجر عيار فالو ها بابو سلام وديت 10 كرتون هي
مستشفى سلماني هي تمام هي، وديت 7 كرتون هي كمام هي وقفاز هي، مستشفى عوالي هي تمام هي، لسن هي شيل 7 كرتون هي على برد هي، لان باكر بيصير حجر هي كامل هي، حضر هي بحرين هي، اخبار موثوق هي، خدافس هي تنطس عايل. فيقول لي سامي لحظه انت من وين تجيب الاخبار؟ قلت له عندي الاخبار الاخو، عندي الاخبار الاخو خلاص حجر البحرين كامل ما في. يقول لي من وين؟ قلت له انا اقول له تبى شيل لك كرتون. قلت له ترى ينباع الكمام برع بدينار، انا بيع 5.5 ريال بحريني قلبي على المواطن. قلت له بس الدليفري بدينارين. قال لي ما ابي دليفري باخذه معي. قلت له بحريني تبي مال بمفتي. فيعني هذه كانت اشياء كوميديه خفيفه. خلاص مسموحين تروحون تصورونا اكيد. لا يمدينا يمدينا. اكيد ودي اسالك استاذ حسن اكثر، طبعا في شيء حق عيد الاضحى اكيد، وانتم ما تبوا تقولون لنا شنو الحصري، بس احنا بننتظر اكيد راح تقدمون شيء مختلف وجديد ومبتكر نفس ما احنا تعودنا عليكم على فريق عملكم. لكن خلينا نتكلم شوي عن يا أني يا بطة ما في سكراب. هذه الأعمال اللي خذت اليوم صدى جدا كبير. أنا قاعد أقول لك شخصيا أنا متابعة على السوشيال ميديا وقاعد أشوف يمكن التيك توك اليوم ما يتكلم إلا عن هالأعمال والشخصيات، يمكن شخصيات حسن خاتون وغيرها من هالشخصيات. فأنت إيش كثر يسعدك هذا الموضوع؟ إيش كثر يخلي الموضوع عليك صعب؟ شنو راح تقدم في الفترة الجاية؟ 100% طبعا. أول شيء وجه يعني شكر لكل الفنانين أكيد، بعد أبو علي حسن اللي قدم الشخصية بشكل مختلف. يمكن أنا ذكرت من قبل إن أنت كاتب تكتب وكمخرج تفكر في الشخصية وتتخيلها، يعني من أول ما تبدأ عندك تتخيل الشخصية وتتخيل شلون بتصير. بس لما يجي واحد فنان مبدع مثل حسن، يعني ما طبعًا المدح في شهادة في وجهه، مدمة في وجهك يعني، بس ما نقدر إلا نمدحك. إنزين فيقدم الشخصية يعطيها يقدمها بشكل مختلف حقيقة، وهاي الشيء اللي خلى هاي الشخصية تضرب في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي. وبحكم التقمص القوي مال الشخصية، إضافة أن أنا ما بخص أي حق أي واحد من الأشخاص أو ممثلين موجودين اللي قدموا كل واحد قدم شخصيته بأكمل وجه. على الله ممكن كاركتر مال حسن شوي طغى، لان كوميديا العفويه مال التغيير بالضبط، العفويه مال التغيير ككاركتر، فكان حلو عند الناس. طبعا لما تشوف هاي النجاح وتشوف ان اليوم كم مشاهدات مسرحيه قاعده تصير بشكل كبير، والحمد لله احنا في العروض كنا كل سنه عن سنه، يعني عدد العروض الحمد لله قاعد يزيد. يعني بطل يمكن عرضناها وصلنا في 30 عرض تقريبا عرضنا، فكل عرض انت تواجه بقول يمكن تخاف شنو بتقدم، شنو راح تقدم شيء جديد. وهذا يعطيك تحدي زياده، بس ان شاء الله يعني نحاول نحن نواكب هاي التحدي او نواجه هاي التحدي، ان احنا نقدم اعمال تكون كوميديا اكثر، تكون فيها حماس، فيها جو حماسي او جو كوميدي اكثر. واكيد طبعا بتواجد الفنانين ممثلين الجروب اللي ويانا، طبعا كل واحد عن كل عرض راح تشوفونه بشكل مختلف. يمكن اتكلم انا حتى يعني عن يعني يا بطه 1 ويعني يا بطه 2. نشوف يعني يا بطه 1 كانت حلوه، بس يعني يا بطه 2 شفناها واجد احلى بحكم كل واحد يعني تمكن من الشخصيه بشكل اكبر. عقب ما عرضنا 30 عرض وجينا بعدين جزء ثاني، فصاروا خلاص كل واحد يتمكن وهاضم الشخصيه بشكل اكبر. فيعني اللي شفتون بخاتو مثلا في الجزء الاول كانت حلوه، في الجزء الثاني بنشوفها بشيء واو يعني صدق. اي مفاجاه، هاي بروحها مفاجاه ثانيه بصراحه. يعني تعقيبا على كلام حسن، انا والله اشكر فعلا كل الناس اللي تحضر لنا، اللي تدعمنا، اللي تحبنا. يعني اليوم احنا وصلنا لمكان مخيف صراحه، حتى يعني انت تتكلمين على بياني بط على اليوتيوب كمسرحية بحرينية، مش تقليلاً بس في مواجهة للأعمال الكويتية اللي هي طاغية أكثر بالمسرحيات، نوصل لمليون وشيء مشاهدة في خلال شهر. هذه شيء كبير بالنسبة لنا. فأشكر حتى الناس اللي تدعمنا، تحضر لنا، تحبنا. أشكر حتى الفانز يمكن اللي يتابعوني بشكل مستمر ودقيقين على أبسط الأشياء اللي إحنا نقدمها. والحمد لله إن تقبلوا هذه الشخصية، مع أنه كان في خوف في البداية. يعني أنا بالنسبة لي أول يوم عرض في الجزء الأولي أنا كنت خايف أركب حتى خشبة المسرح، لأن دور وشخصية نسائية طول المسرحية، في نفس الوقت تقبل الناس. فالحمد لله اليوم لما أنا أشوف هذا التقبل أنا أكون سعيد ومطمئن أن أنا إذا في عروض ثانية أو
شيء جديد اكيد انا بقدمه. طبعا انتم اكيد غيرتوا يمكن الصوره حق المسرح البحريني من خلال الاعمال اللي قاعد تقدمونها برايي الشخصي، لان فعلا انا قاعد اشوف جمهور كبير ما عندهم يعني خلال هالفتره الا مسرحيه ما في سكراب يعني يبط. هذا دليل على شيء، دليل على ان انتم قدرتوا توصلون للبيت البحريني وللمشاهد البحريني في الاعمال المسرحيه. ما اعرف صراحه من وين بيطلع لي حسن، يعني كل مكان طلع لي. لا اله الا الله، خلي يطلع ما عليه، ولا اعوذ برب الفلل. وين يطلع حلو على قلبنا، حلو على قلبنا يعني. هاي صديقتي واختي، تعرف تعرف رايي فيه. احنا والله ما ودنا نختم معاكم بس للاسف الوقت يعني داهمنا اليوم. اكيد نشكر تواجدك استاذ حسن السكافي والزميل حسن محمد. نشوف ان شاء الله اعمالكم القادمه، وانا انتظركم في عيد الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم، ما قصرتوا، وشكرا ايضا لكل المتابعين اللي تابعونا، وشكرا ان اعطيتونا هذه المساحه وسلطت الضوء على هذا العمل اللي احنا سويناه. شكرا لكم. وصلنا مشاهدينا لختام حلقه نهايه الاسبوع مع ضيف البحرين، ضيف البحرين. نشوفكم يوم الاحد. هابي ويكند. مع السلامه.